السلام عليكم، مع السلامة. مرحبا بكم في كويزين انترناسيونال، في المطبخ العالمي. اليوم حبينا نودوكم بروسيت متاع حاجة حلوة، حاجة برشا برشا بنينة واقتصادية أكثر شيء، حاجة نحبوها الكبار والصغار. تجينا مع قهيوة في الصباح، مع كويس تاي في العشوية، ياخذوها صغيراتنا في اللمجة متاعهم. يلا نبدو. كسرنا ثلاثة عظيمات، حجم متوسط، مش كبير مش صغير، ما نزلتهمش للأسف. زدناهم 250 غرام سكر، معهم ساشي سكر فانيليا، ساشي 10 غرامات كيف ما تشوفوا. صبيناهم، في الأثناء فرغنا ساشي خميرة 10 غرامات على 450 غرام فارينة، وغربلناهم وحطيناهم على جنب. باهي روساتنا اليوم زدناها فانيليا سائلة، هي حاجة اختيارية، نجم نعوضوها بزست ليمون، زست برتقال، شوية عطرشية، شوية مزهر، للي يحب يعني الطعمة هذيك، كل إنسان شنو يحب. حطيناهم يتركضوا. إذا كان عندنا بيكريم سكتي دارلين زمان، إذا كان ركضة عادية وهذه حاجة البنية في روساتنا اللي متوفر نجمة منها، ركضة عادية نحطها في الجلوكوز الأعلى ونخلوها ربع ساعة. كيف ما تشوفوا بني بياض الخليط ماسك شوية، فوالا كيفاه، كيف ما تشوفوا فيه هكايا أبيض طلع شد روح. هذه النتيجة اللي حاجتنا بها. بعدها نزيدو 200 غرام زيت نباتي، مش زيت زيتونة، خاطر زيت زيتونة طعم تهتي، وإلا نجم نعوضوه بزبدة أفغانية، وإلا زبدة المارغرين حسب الرغبة. نحن اخترنا زيت خاطر أخف، وهذه طبعا كيف نكون شنو نحب نصبوه شوي شوي ونمثل الخليط الكامل. بعدها نزيدو 200 غرام حليب البن في الأساس ناشف، نصبه بشوي بشوي كمان نسوي. باهي حسب الميزان 200 غرام حليب، عطتنا كاس متاع 230 مليلتر، 200 غرام زيت برسك 250 مليلتر. بعدها زدنا هيك الخليط متاع الفارينة والخميرة مغربلة، نركبوهم هنا. نجم نستغنوا على الركابة، يعني نركب سكاكين وحطيتنا أن المزيج الطعمة هيك يعني يدخل في بعضها كلها، ندخلوه في بعضها نجم بسكاكين بالغرفة في الدار، يكفي كافية معناتها. فوالا كيف ما تشوفوا فيه، ما نحكي لكمش على الريحة البنينة اللي نشموا فيها، ريحة الفانيليا. وكما سبق وقلنا تنجموا انتم تزيدوا القولي انتم تحبوها. حطيناه في بلاتو، انا هنا جاني في بلاتو هذاك الطول متاعه 28 سنتي، العرض متاعه 12. زيناهم بالمتوفر عندك في الدار، انا عندي شويه جلجلان سمسم كيف ما نسموه، شويه فستق مهروش، شويه لوز، وفضل لي شويه حطيتهم في بلاتو صغرون الومنيوم. سخنا الفور قبلها بالطبيعه في درجه 150، شدت لي 45 دقيقه في الفور. ما شاء الله ما شاء الله، كيف ما تشوفوا في المنظر متاعها، منفوخة ياسر بنينة، ياسر ريحتها فاوحة، هشوشة بيضة من داخل. هنا تنجموا نعملوها زادة راهو مربري، اللي يحب فيها الزينة متاع الكاكاو. المرة هذه ما عملناهاش، ناخذوا شوية من العجينة ونزيدو كاكاو وشوية حليب ونحطوها طبقة بطبقة ونحركوها بالمغرفة تجينا مربري من داخل. هنا كيف ما تشوفوا انتم اختياري، احنا اخترنا هذيك الفاكهة المهروشة، انتم تنجموا تصبوا فوقها شوكولات، تنجموا تعملوا الكراميل، تنجموا تعملوا حتى هذيك الجناش فيريرو. ان شاء الله تعجبكم الرسائل بعد ما تجربوها، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، ومرحبا بكم بنا.